السلام عليكم. هذه راه اكس سي ام جي 25 طن ولا 30 طن؟ هذه 25 ولا 30؟ 25. هذه 25 طن. وهو الصديق هذا راح قال لي ما توريش وجهه تاعه ان شاء الله ما نوروهش، وراح ان شاء الله راح يوريكم هنايا. راه طلبني شحال من واحد على الاكس سي ام جي هذا، راه صديق ربي يحفظه ان شاء الله. قال لي ندير فيديوهات ان شاء الله، صدقه جاريه باسمه ان شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. راح نقدموا إن شاء الله بعض الشروحات حول رافعة إكس سي إم جي إن شاء الله للمبتدئين واللي ما عندوش نظر عليها. يعطيك الصحة، وإن شاء الله تنال إعجابكم، إن شاء الله تفهموها إن شاء الله. راه سهلة مش لي إن شاء الله، راه رافعة بسيطة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. عدنا هذا تاع البطارية، العداد تاع البطارية، هذا عداد تاع السرعة في الطريق، ومع تاع الكيلومتراج. صح، هذا تاع حرارة، درجة حرارة المحرك. هذا تاع الوقود، نسبة الوقود. نسبة الوقود. هذا تاع الضغط الزيت في المحرك، بارك الله فيك. وهذا نتاع دورات المحرك في الدقيقة، عدد لفات المحرك، عدد دورات المحرك، بارك الله. وهذه الساعة تاعش، هذيك عدد ساعات العمل. هاي بارك الله فيك. يسمى تاع الفوق تجي هنا، بارك الله فيك. هذه ما كنتش عارفها، يسمى ساعات العمل تاع القمرة الفوق، تاع قمرة القيادة اللي فوق تأتي هنا، يسمى هذه اللي تبدل بها الزيت، بارك الله فيك. يعطيك الصحة. وهذا هذه عدد ضغط الهواء القارورات تاع الهواء. عندنا هذه كملنا هذو نتاعش. ايوه، هذه تاع الفريموتور. ايوه بارك الله فيك. كتولي هذه كتولي تقود ديرها، بارك الله فيك. فريموتور وما تنساهاش هذه، بارك الله فيك. يجب ما تنساهاش، بارك الله فيك. نروح عندنا هذه تاع الليسوي كلاس، منظف الزجاج الامامي. عندنا هذه تاع الاشارات. ايه هاي دير هاي جاتو. ايوه الكود الفار. خلاص سمى هذا الرام سهلين راه. صح، عندنا هذه نتاع الفياز. خليها شاعله. ايوه، هذه عندنا نتاع اضواء المضاده للضباب. عندنا هذه اللي ايقاف المحرك. يعطيك الصحه. عندنا هذه تاع المسخن في الشتاء، وهذه تاع المبرد في الصيف. بارك الله فيك. انا هذه ما نعرفهاش دي. بارك الله فيك. هذه تاع الفدتريس. تاع الخطر. بارك الله فيك. عندنا هذه تاع اثناء تاع الصباج تاع البوت السرعه التفاضليه يقولوا لهم، بارك الله فيك. هذه تيست، هذه ما عرفتهاش. عندنا هذه تيست كيكون عندك، كيكون عندك تحب معناها كي تكون رايح تطلع في لاكابين جروتي ديرها. ايوا باش تعود عندك معلومات على حرارة المحرك، على حاجة كذا تنديكي عندك الفوق. بارك الله فيك. هذه ما عرفهاش، هذه راني اليوم عرفتها، يعني راني عدي 10 سنين في الرافعة وما عرفهاش. بارك الله. والله ما نعرف. عندنا هذه تاع لاجيروات، هذيك دور الكاشف غنية عن التعريف، بارك الله. وعندنا هذه تاع الفريناج ابي اس الناشف، بارك الله. ابي اس و اس ار تستعمل في الناشف وفي المبلل. يسمى وهذا جرس. وهذا الجرس، بارك الله. وش قلت لك؟ قلت لي قاطعة كهرباء ولا؟ صح، انا قاع قاطعة كهرباء، انا ما كنتش عارف اللي فيها قاطعة كهرباء. فيها قاطعتين للكهرباء. ايوه هذه صباحا جيت هذه كي تحب كي تكمل الخدمة تغلق الدارة الكهربائية. ايوه. والله كي تعود عندك مثلا خدمة شاد راس ودير حديدة ولا حاجة راح تسودي تنجم. بارك الله فيك، هذه معلومات مهمة. انا راني كاع ما نعرفش هذه المعلومات. وهذه القاطعة الزوجة تاعش؟ تاع الكهرباء، بصح شرط يكون المحرك متوقف. ايه لازم يولي المحرك متوقف باش ديرها. بارك الله فيك. سما هذه قاطعة كهرباء تاعها. هذه قاطعة الكهرباء تاعها. اخويا بارك الله فيك. فكرنا في اسمك. محمد امين شوشه. محمد امين شوشه، راه قائد رافع اكس سي ام جي، راه انسان لا باس به ما شاء الله، ربي ان شاء الله يجازيه. درك شويه كنزيد لكم فيديو على كيفاه تعقب بريز موفمون وكيفاه. السلام عليكم ورحمه الله.